زيارة اليوم تندرج بإطار اللي صار بالأرز والتخريب الكبير لسوء الحظ اللي صار عملياً على أرض الواقع. جيت اليوم أتشكر دولة الرئيس نجيب ميقاتي على أنه بعت اللواء محمد خير تيكشف على هالأضرار. تمنيت عليه أنه نقدر نعود على الشركة فوق ولأنه جزء من المبلغ والأضرار اللي صارت، مع أنه بعرف تماماً أنه الدولة اليوم عم تقطع بمرحلة كتير صعبة بالوضع الاقتصادي المالي النقدي اللي عم تقطع فيه، وإنما إذا في إمكانية أنه نعود، وخاصة أنه الأرز مرفق عام لكل اللبنانيين، وحبين هلأ أنه نطلق القطاع السياحي والقطاع التزلج بالتحديد من بابه الواسع. تمنيت عليه شغلتين، أنه كمان يتابع مع الأجهزة الأمنية تنعرف بالضبط شو صار فوق الأجهزة الأمنية والجيش اللبناني، وعدنا خير ونقدر نعود كمان على الشركة. بقى بدي أرجع أتشكره وأتشكر اللواء خير اللي طلع ومع المعنيين رئيس بلدية بشري وكل المعنيين وكشفوا على كل الأضرار. وشكراً.